بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا التسجيل الخاص بدروس الرياضيات بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، والذين يقبلون، طبعاً الذين يقبلون على امتحان شهادة التعليم الابتدائي. هذا الدرس الأول سيكون حول درس القسمة، حصر المقسوم بين مضاعفات القاسم، بعنوان حصر المقسوم بين مضاعفات القاسم. مختصر الدرس: هذه قاعدة، لمعرفة حاصل القسمة نحصر المقسوم بين مضاعفات القاسم، أي المقسوم عليه. طبعا القاسم أيضا يمكن تسميته بالمقسوم عليه. لمعرفة حاصل القسمة، حتى نعرف حاصل أو نتيجة أو خارج القسمة، نحصر المقسوم بين مضاعفات هذا القاسم. طبعا بالمثال يتضح الأمر، نلاحظ هنا مثلا 42 قسمة 8، 42 قسمة 8، 42 المقسوم و8 القاسم، فعلينا أن نحصر 42 المقسوم بين مضاعفات 8 حتى نعرف النتيجة. إذا نحصر 42 وهو العدد وهو المقسوم، نحصر 42 بين مضاعفات 8، بين مضاعفات 8. إذا فثمانية ضرب خمسة يساوي 40، و40 أصغر من 42، وثمانية ضرب ستة 48، و48 أكبر من 42. إذا فنجد أن المقسوم وهو 42 محصور ما بين 40 و48، ولا و42 ليس من مضاعفات 8، وإلا وجدنا النتيجة بسهولة. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ المضاعف الأصغر وهو هنا 40. إذن 40 ماذا تساوي؟ تساوي 8 ضرب 5، وبما أن الضرب عكسه القسمة، فإن 40 قسمة 8 يساوي 5. أعيد، بما أن 40 أصغر من 48، فنأخذ 40 المضاعف، مضاعف لثمانية ولخمسة، ونحن نبحث عن النتيجة، فهو مضاعف لثمانية هنا ومضاعف لخمسة. بما أن القسمة هي عكس الضرب، فنقسم 40، نقسم 40 على ثمانية تعطينا خمسة، 40 قسمة 8 تعطينا 5، فتكون النتيجة هنا، تكون النتيجة 5. إذن لمعرفة حاصل القسمة النتيجة نحصر المقسوم بين مضاعفات القاسم، وبالتالي ف 42 تقسيم 8 يساوي 5، ويبقى لنا 2 والباقي 2. المثال الثاني ربما يوضح المسألة أكثر: 64 قسمة 7، 64 قسمة 7. إذن نحصر 64 بين مضاعفات 7، نحصر 64 بين مضاعفات 7. 7 ماذا تساوي؟ 7 في 9 تساوي 63، 63 قريبة من 64. 7 في 10 تساوي 70، وبالتالي نأخذ دائما الأصغر. إذن 63، كيف نتحصل على 63؟ نضرب هنا القاسم في 9 يساوي 63، وبما أن القسمة عكس الضرب، فثلاثة وستون قسمة 7 تساوي 9، تساوي 9، ويبقى لنا 1. إذن 64 قسمة 7 يساوي 9 والباقي 1. يمكن إعادة التسجيل أكثر من مرة حتى يتسنى للمتابعين تحصيل هذا الأمر. بالنسبة للدرس الثاني وهو أيضا القسمة، لكن قسمة عدد عشري على عدد عشري، أيضا قسمة عدد عشري على عدد طبيعي. ونبدأ بسم الله. إذن قسمة عدد عشري على عدد عشري، هذه المسألة ربما يجد بعض التلاميذ فيها صعوبة.
إذن طبعاً هذا هو المقسوم 45.16، والقاسم هو 20.3. إذن 45.16 قسمة 20.3. هنا القاعدة تحفظ، وهي أن القاسم لا يقبل الفاصلة. القاسم وهو هنا 20.3 لا يقبل القاسم في أي عملية فيها عدد عشري، فإن القاسم لا يقبل الفاصلة. علينا أن نتصرف ونحذف هذه الفاصلة، عفوا هذه الفاصلة علينا أن نحذفها حتى نستطيع إجراء هذه العملية. نلاحظ هنا، إذن هذه هي العملية الأصلية 45.16 قسمة 20.3. إذن ماذا نفعل؟ بعد إزالة الفاصلة من القاسم، إذن يجب أن نزيل هذه الفاصلة من القاسم، لأن القاعدة تقول القاسم لا يقبل الفاصلة. إذن نزيل هذه الفاصلة من القاسم، يصبح أمامنا عملية قسمة عدد عشري على عدد صحيح. عند إزالة هذه الفاصلة نبقى أمام قسمة عدد عشري على عدد صحيح. كيف نفعل ذلك؟ لاحظ هنا، أزلنا الفاصلة. لما أزلنا الفاصلة أصبح العدد 203 عوض عن 20.3، أصبح 203. لكن بالنسبة ل 45.16 ماذا أصبحت؟ تلاحظون أننا أزحنا الفاصلة من هنا إلى هنا. لماذا؟ لأنه عند إزاحة الفاصلة أو عند نزع الفاصلة من هنا، نلاحظ كم يوجد من رقم بعد الفاصلة. في هذه الحالة يوجد رقم واحد، إذن نزيح الفاصلة برقم واحد. هنا بعد الفاصلة التي نزعناها يوجد رقم واحد، وبالتالي علينا في المقسوم أن نزيح هذه الفاصلة برقم واحد. فكانت 45.16 أصبحت 451.6. وإذا أجرينا هذه العملية بالحاسبة وقسمنا 45.16 على 20.3 سنجد نتيجة. إذا قسمنا 451.6 على 203 سنجد النتيجة نفسها التي وجدناها هنا، لأننا لم نغير العدد. كل ما في الأمر أننا تخلصنا من الفاصلة الموجودة هنا. ونبدأ هنا، عندنا ثلاث أرقام، نأخذ ثلاث أرقام. 451 قسمة 203 يساوي 2، 2 في 3 يساوي 6، 2 في 0 يساوي 0، 2 في 2 يساوي 4. 1 ناقص 6 لا أستطيع، استلف العشرة، 11 ناقص 6 يساوي 5، أنزل 1 هنا طبعا هو غير موجود. 5 ناقص 1 يساوي 4، ثم 4 ناقص 4 يساوي 0. إذن 45 قسمة 203 لا نستطيع، هنا يجب الاستعانة بهذه الستة، لكن هذه الستة موجودة بعد الفاصلة. هنا ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نضع فاصلة هنا فقط بعد الاثنان، نضع فاصلة ونضع نكتب بعد الاثنان نكتب الفاصلة وننزل الستة. لا نستطيع أن نستعين بهذه الستة إلا إذا وضعنا الفاصلة. ننزل الستة يصبح العدد 456 قسمة 203 يساوي 2، 2 ضرب 3 يساوي 6، 2 ضرب 0 يساوي 0، 2 ضرب 2 يساوي 4. نطرح 6 ناقص 6 0، و5 ناقص 0 5، و4 ناقص 4 يساوي 0. إذن أصبح عندنا 50، نضيف 0 لأن الآن بعد الفاصل يمكن إضافة 0. إذن 500 تقسيم 203 يساوي 2، 2 في 3 6، 2 في 0 0، و2 في 2 4. و عملية الطرح 0 ناقص 6 لا نستطيع، 10 ناقص 6 4 ننزل الواحد، 10 هنا نستلف، 10 ناقص 1 9 ننزل، 5 ناقص 5 يساوي 0. إذن أصبح عندنا 94، نستطيع إضافة 0 ونستطيع التوقف ويبقى الباقي 94، نضيف 0. إذن 490 قسمة 203 يساوي 2 أيضا، و2 في 3 6، 2 في 0 يساوي 4. نحن الآن هنا 940 قسمة 203 يساوي 4، 4 في 3 يساوي 12، 2 نرفع الواحد، 4 في 0 يساوي 0، والواحد الذي رفعناه هنا 1، 4 في 2 8. إذن ثم عملية الطرح، 10 ناقص 2 8 ننزل الواحد، 4 ناقص 2 2، و
تسعة ناقص ثمانية واحد يبقى على الباقي 128، ونستطيع إضافة الصفر ونكمل هذا العدد. أعزائي المتابعين التلاميذ ومتابعين، إذا قسمنا 451.6 على 203 نجد هذه النتيجة وفواصل أخرى وأعداد أخرى. لو قسمنا 45.16 على 20.3 كما أسلفت في البداية سنجد النتيجة نفسها التي سنجدها هنا. إذن الآن قسمة عدد صحيح على عدد عشري. طبعا كنا في هذه العملية قسمنا عددا عشريا على عدد عشري للتذكير فقط. القاسم الإعادة والتوضيح لا يقبل الفاصلة، نزيح هذه الفاصلة يصبح لنا عدد صحيح. لكن ماذا نفعل هنا؟ ننظر كم رقما بعد الفاصلة كان هنا، هنا رقم واحد، فنزيح الفاصلة هذه برقم واحد فيصبح هذا العدد، ونقوم بالقسمة بشكل طبيعي. إذا ما حتى إذا ما وصلنا إلى ستة فإننا لا نستعين بها هنا حتى نضيف الفاصلة. الآن مع قسمة عدد صحيح على عدد عشري، عدد صحيح على عدد عشري، رأينا الآن قسمة عدد عشري على عشري، ورأينا قسمة عدد عشري على عدد صحيح. الآن العكس، صحيح على عدد عشري. إذن من أمر نفسه القاسم لا يقبل الفاصلة. بعد إزالة الفاصلة من القاسم، هنا نزيل الفاصلة من القاسم، يصبح الأمر هكذا، العدد 602. بعد إزالة هذه الفاصلة يجب التغيير هنا. إذن 206، ننظر كم رقم بعد الفاصلة، كم رقم بعد الفاصلة؟ إذن رقم واحد. هنا ليس لدينا فاصلة حتى نزيح الفاصلة، إذن نضيف صفرا بعدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة في القاسم. أعيد، ننزع الفاصلة من هنا وننظر كم رقما بعدها، نضيف أصفارا بعدد الأرقام بعد الفاصلة نضيفها هنا في المقسوم. إذن بعد إزالة الفاصلة من القاسم أضيف أصفارا، عفوا أضيف أصفارا، هنا تحتاج إلى ألف، ألف النصب، أضيف أصفار للمقسوم بعدد الأرقام التي كانت بعد الفاصلة في القسم، وتصبح يصبح الآن عددين، يصبح الآن عندنا عددان أو عددين صحيحين، 2060 قسمة 602. إذن ثلاث أرقام، أخذ ثلاث أرقام، لا أستطيع أخذ الصفر معه. إذن هذا هو الصفر الذي أضفناه بسبب الفاصلة. إذن ماذا يساوي؟ يساوي ثلاثة، ثلاثة في اثنان ستة، ثلاثة في صفر صفر، وثلاثة في ستة 18. إذن عشرة ناقص ستة يساوي أربعة، وستة ناقص واحد، واحد الذي أضفناه هنا، ستة ناقص واحد يساوي خمسة، عشرة ناقص ثمانية يساوي اثنان، أنزل الواحد، اثنان ناقص واحد، اثنان ناقص اثنان يساوي صفر. إذن النتيجة 254، قسمة 600 لا أستطيع، أضيف الصفر، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، أضيف الصفر وأضع الفاصلة. طبعا لا أضيف الصفر بدون فاصلة ولا أضع الفاصلة بدون صفر، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، يصبح 2540 قسمة 602 4. نتيجة 4 ضرب 2 8، 4 ضرب 0 0، و 4 ضرب 6 24. إذن 10 صفر طبعا لا أستطيع، أستلف 10 ناقص 8 يساوي 2، و أنزل الواحد، 4 ناقص 1 يساوي 3، 5 ناقص 4 يساوي 1، و 2 ناقص 2 صفر. إذن 1300 أو يصبح عندنا 132، نضيف الصفر لأن بعد الفاصلة نضيف الصفر. إذن 1320 قسمة 602 يساوي 2، 2 في 2 4، و 2 في 0 0، و 2 في 6 12. 10 طبعا نستلف، 10 ناقص 4 يساوي 6، أنزل الواحد، 2 ناقص 1 واحد، وثلاثة ناقص اثنان واحد، وواحد ناقص واحد صفر. طبعا أنا يهمني الآن طريقة الأداء، وبالتالي تستطيع أن تضيف الصفر هنا وتكمل العمل. إذن كان هذا هو درس اليوم، درس القسمة، حصر المقسوم بين مضاعفات القاسم للحصول على النتيجة بسرعة. طبعا يكون هذا أسرع في الأعداد الصغيرة نسبيا. والدرس الثاني كيف نقسم عددا عشريا على عدد عشري، ونقسم عددا صحيحا على عدد عشري، وعدد عشري على عدد صحيح.
في الحلقة الماضية سوف نقوم بعملية القسمة العادية، عدد صحيح على عدد صحيح، مع أكثر تفصيل ومع مزيد من الدروس إن شاء الله فيما يخص الكسور والتحويل الأطوال وما إلى ذلك في قادم الأيام. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.